بسم الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع الوقت؟ الوليدات، القرايه، كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الوصفه ديال الخليع، سهله مهله، جربوها الصغير والكبير يجربها. هاد الوصفه راه المغرب كله كيديرها وتبارك الله، راه العام كامل كدور. كتاخدي اللحم، هاد اللحم عندي انا من الفخذ ديال الغنمي، واللي بغى يديرو بقري يديرو ماشي مشكل. اللحم ديال من الفخذ يكون اللحم بوحدو، ولكن ضروري كتكون فيه شويه ديال الشحمه. هذا تقريبا عندي انا 3 كيلو، 3 كيلو غندير فيه 5 المعالق تاع الملح. انا دورة الملح هو الكل، الا ما كانش الملح راه غادي يخسر. هذا ماشي جديد، هذا خليع. ولكن عاوتاني ديك 5 المعالق على حسب المعالق، راه كاينه المعلقه اللي كتلقايها فتحه وكاينه المعلقه اللي كتكون غارقه. غادي ندير 3 المعالق ديال القزبر، قزبر حبوب مطحون، وجوج المعالق ديال الكمون. راه هاد القزبر والكمون راه مازال غادي نطيبوه من بعد، وكره ديال الثومه مطحونه، شي مشكل تبقى فيها القشره ديالها. ثومة مطحونة تكون ملينة باش تدخل في اللحم ديالنا، وغنديرو لها بقا نخلطوها حتى تدخل فيها هاد الكمون وهاد الثومة حتى يدخل. الواحد يجربو، جربي على القياس اللي بغيتي، كيلو على القياس اللي بغيتي. وما حد باقا شوية الشمس باش ما تمشيش، عرفتي دابا الشمس اللي كانت حارة راه مشات. ضروري تدخلي ليه الملحة. وهو ضروري يكون فيه شوية الشحمة، بأن ديري اللحم بوحدو كيجي شوية قاصح. نتوما تبداو تدخلو الملح مزيان، وما تخافوش على الملحه، يقولوا جاء مالح حيت راه باقا تابعه الخدمه. هكا معكي مزيان حتى تدخل ديك الكابون والقزبر والثومه تدخل فيه. ولكن غادي نخلي في الثلاجه ليله كامله بيت، ومن بعد منين يبات ليله كامله غادي ندهنو بشويه زيت زيتون ونعاد نشرو. دابا غادي نخلي هكا في البواطه سوبيرا ولا فاش ما انت بغيتي ديريه، وتغطيه تخلي حتى يشرب مزيان. ملي تبغي تنشر ضروري ديري فيه زويته باش ما يجيش الدبان ولا اي حشره ما تجيش. ها نتوما البنات، يلا من بعد ما نكملوا هكا غادي ان شاء الله يتنشر، ومنين يبس وغادي نوريكم الطريقه الكماله ديالها. يلا على بركه الله. من بعد ما صوبنا داك الجديد ديال الخليع، ها هو يبس في المده تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام هكاك. ها هو قطعته هاد القطعات على حسب الطول اللي بغيتي نتي، على حسب القياس، بغيتي ديري طويل بغيتي ديري مقصر. وما هذا كتبقى ليا كان 3 كيلو بعد ما يبس وتحيد منه الماء ديالو. كنديرو تقريبا كيلو اللحم مع نص كيلو ولا نص كيلو شوي ديال الشحمه، كيلو مع نص كيلو الشحمه، زائد 3 الكيسان ديال زيت الزيتون ونص سيترو ديال الماء. يلا تابعوني، انا غادي نبدا نوجد لكم هذا الشيء، وتابعوني حتى تشوفوا كيفاش ندير الطريقه. من بعد انا غنخشي هاد الشحمه في الطنجره، تكون طنجره ثقيله ولا كوكوط ثقيله، وغادي نزيد هاد السيترو ديال الماء، وغادي نزيد تقريبا كاس اخر حيت ما غاديش يكفيني. راهو تقريبا يطرو لاروب ديال الماء،
غادي نزيد معلقه ونص ديال القزبر، هو هذا اللي عابره، والكمون معلقه ونص باش نسمو هاد الشحمه، وغادي نخليه يطبخ على النار شويه هاديه، من بعد شويه نطلعوا النار. غادي نمشيو نشعلو عليه، والقديد غادي نغسلو باش يتسقطر من داك الغبره من الملح وداكشي، نقص عليه شويه. يلا على بركه الله. احنا تحطيت الطنجره على الفرنو بما هي بدات كتطبخ شويه، وغادي نرجع معكم نغطيه بما نحس بانه بدا كيسخن، وعاد ديك الساعه نرجع معكم بما غسلت القديد. ها هي بدات كتذوب هاد الشحمه، تبدا في الغليان الغليان، وديك الساعه عاد رمي القديد. وتكون الطنجره غليظه وخليوها تطبخ باش تذوب، ولكن هاد الشحمه حاولوا ما تقطعوهاش بيديكم، حاولوا اما تعطيوها للجزار يطحنها لكم في الطحانه، ولا طحنوها نتوما بشي طحانه خاصه بكم باش ما تخليوش داك الطروفه غلاض ولا دوك الجلود اللي كيكونوا فيها. ها هو من بعد من كتطبخ هاد الطنجره من داك اليدان، غادي نديرو القديد بشويه بشويه، من بعد ما غسلته من الغبره وتنقص من الملح، راه واخا كتشوفوا ديك الملح كميه كبيره راه ما كتبقاش، عرفتوا دابا مع النشير كتكون الغبره العجاج الجو ماشي هو داك، ضروري خاصو يتغسل ويتسقطر، واللي ما مشاركاش تشارك معنا وتدخل دير لنا ابوني ودير واحد البصيمه باش حنا نديرو الجديد. هادشي ماشي كنديروه بالنسبه للبنات المبتدئات، اما راه تبارك الله العيادات راه كلهم حادقات. دابا عاد طبخ شويه مع القديد ونقصو عليها باش تطيب على خاطرها، ومره مره يتحرك باش ما يتفرتتش لكم هذا، وخليه يطيب على خاطره مزيان طيب اللحم، وهانتوما معايا حتى تكملوا الفيديو ان شاء الله بحول الله. يلا تبارك الله عليكم. ها هو بدا كيطبخ هذيك الشحمه وداك الماء مع القديد، صافي غادي نخليه غادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب. ها هو من بعد ما طاب خلينا طاب على خاطره وطاب دوك الحيمات، دابا غادي نجربو واش باقي نيت في اصلا الماء ولا لا. هذه هي الطريقه اللي الناس كيديروها من بكري، كيجربوا الزيت هاد اليدان وكيشوفوا منين كيجربوا كيشعلوا فيه العافيه، الا هو شعل راه الزيت ما بقاش، الا باقي فيه ديك الشاشه وما شعلش لان راه مازال باقي فيه الماء، اذا باقي فيه خاصو يطيب. ها هي العافيه شعلات، اذا ما بقاش فيه حس الماء. يلا هما البنات من بعد غادي ندير لي داك زيت الزيتون اللي خليته، من بعد حيد داك الماء نهائيا، والحيمه طابت على خاطرها. انا غادي نخوي دوك كيسان تاع الزيت، بسم الله. كاين اللي كيدير مثلا تقريبا مثلا كميه ديال الزيت زيتون، مثلا جوج ديال الكيسان تاع الزيت زيتون والباقي الزيت تاع المائده، واللي عنده زيت زيتون يديرو من الاحسن، واللي ما عندوش يخلط. صافي ها هي عاد دير واحد الغليه وغادي نطفي عليها باش ما تحرقش لينا الزيت الزيت ديالنا، وباش مزيان دابا هاد المغرفه العود ان ما كتكرطش في الطنجره
وما كاين لا التصاق لا والو، ما ملاصقه ما والو. ها هي، ونتمنوا النتيجه تكون مزيانه وتجربوها وتردوا علينا الخبر. دابا ما غاديش ندير لها الغطاء باش حيت داك الغطاء الا درتيه كيبقى يطلع داك البخار ديال الغليان، هذاك البخار كيكون الماء، هذاك الماء الا درناه عاوتاني في الطنجره بحال شي ما درناه، من الاحسن خليها هكا عريانه باش تنشف داك الماء ما يبقاش فيها نهائيا ديال الغلاقه. يلا البنات، من بعد ما طاب القديد ديالنا الخليع، ها هو شوفوا الكميه اللي بقى راه كينقص، ما كيبقاش ديك الكميه كامله. ها هو طاب، درته بوحدو، صفيت عاد داك ليدام بوحدو ليدام، وعاوتاني اللي شاط ليا من هاد البواطه ها ليدام بقى تقريبا بحال الزيت. والتخت ديالو داك الاكريش هو هذا، هذا كنديرو به مسمن، نديرو به بطبوط، نديرو به خبز، داك المسمنه الفران حتى الله ما يدار، كتهزي منه كاع معلقه وديريها في العدس فاش ما بغيتيها ماشي مشكل. اول هذا هو الشكل ديال الاكريش، داك الطروفه وداك التخت ديال الشحمه وديال ليدام. انتم شوفوا اللحم دابا كيف طاب وتفرتت، راه ماشي بقى قاصح ولا شي حاجه، راه طيب معلك. هانت شوفوا كي داير، شتيه؟ وانتم تابعوني في الحلقه الجايه ان شاء الله. والكميه راه ملي كتكون هكاك راه كتنقص مع الطياب، ما كتبقاش الكميه كما هي. وبغيتكم ديروا ليا جيم ودخلوا القناة ديالي وشجعوني، ولا عجبكم قولوا لي نعاود ندير لكم شي حاجة أخرى من جديد. يلا تبارك الله عليكم، أمسية سعيدة.